كابتن اسلام، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم. لحظات قليله بتفصلنا عن مباراه شبيب الرديه للصويره والنادي الاهلي الجزائري هنا في ولايه بشار في تمام الساعه 8 بتوقيت الجزائر، 9 بتوقيت القاهره على ملعب 20 اغسطس. لو بتكلم معاك في البدايه عن الملعب الاستاد لهذه المباراه، من 15000 ل 18000 مشجع بيسع هذا الملعب، هيكون مليء بشكل كبير جدا من خلال توصلنا هنا لمندوبي المقاولون العرب وايضا كمان سفارتنا هنا في الجزائر، بياكدوا ان المسانده هتكون قويه جدا لفريق شبيبه الثوره الجزائري. لكن كما تعلم طبعا يا كابتن اسلام، ان شاء الله تكون كلها ايجابيات لفريق النادي الاهلي وكلها ايضا كمان دوافع النتيجه الايجابيه مطلوبه، ان احنا ما يخشش فينا اهداف، ده مطلوب بشكل كبير جدا، وده اللي اشتغل عليه بصراحه مستر مارتن لاسارتي المدير الفني كابتن محمد يوسف، الجهاز الفني بالكامل على التاكيد على هذا الامر. وايضا كمان من خلال تدريب الامس كان في تاكيد بشكل كبير على انهاء الهجمه، لابد يكون في احراز هدف، اكيد يمكن الراجل اتكلم بشكل كبير لازم نحرز اهداف، ولو جات لنا فرصه واثنين وثلاثه نقدر ان احنا نهدف، ده يمكن امر مطلوب ولابد ان احنا نسعى لهذا الامر. وبالفعل لعيبه النادي الاهلي كانت مركزه بشكل كبير في تدريب الامس اللي كان على نفس الملعب اللي هيخوض عليه النادي الاهلي هذه المباراه. ايضا كمان يا كابتن اسلام حاولنا ان احنا نستشف التشكيل اللي هيخوض به هذه المباراه مستر مارتن لاسارتي نظرا للظروف المحيطه فريق النادي الاهلي من الاصابات والغيابات ووجود 19 لاعب في القائمه منهم 3 حراس مرمى. لو نقدر نقول التشكيل اللي احنا يمكن حاولنا نقراه في التدريب الاخير، الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف وعلي معلول في المنتصف، عمرو السوليه وايضا حمدي فتحي على الاطراف، رمضان صبحي، حسين الشحات، وفي الهجوم ناصر ماهر وجونيور اجاي. يمكن وليد سليمان اكيد الكل هيتساءل على كيفيه الدفع او هل فعلا وليد سليمان عنده اصابه او بيعاني من حاجه او بيشكي من حاجه، لكن حابين نوضح لكل الناس، اكيد انت عارف يا كابتن اسلام الترتان او النجيله الصناعي بتكون مؤثره بشكل كبير، وليد بيشتكي على طول عامه من الانكل او الخشونه في الركبه، فاكيد بيحاول الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني ان يتجنب تدريب على الاقل من التدريبين، وخاض بالفعل وليد سليمان تدريب اخير وهو امس، حاول مستمرت ان هو يديله كل الامور التكتيكيه لاكيد الواجبات اللي اكيد وليد سليمان هيكون له دور كبير جدا. لكن من الواضح ان التشكيل هيكون بنسبه كبيره جدا كابتن اسلام زي ما قلنا لكل جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله لحظات زي ما باكد، وهنتحرك من هنا من فندق الاقامه في تامين ان شاء الله يكون على اعلى مستوى كعهدنا طبعا في الجزائر باذن الله، حتى نصل الاستاد هيكون في جماهير كبيره باذن الله، هنشوف هناك الوضع باذن الله يكون عامل ازاي. لكن حتى هذه اللحظه الوضع مطمئن لكل بعثه فريق النادي الاهلي، وباذن الله ايضا كابتن اسلام يكون مستمرين معاكم ومع كل المشاهدين عقب المباراه، واكيد هنقول قبل المباراه تشكيل الاجواء الخاصه به التشكيل، وايضا كمان الاحماء، الجمهور، الحضور الكبير اللي باكد عليه اكثر من مره النهارده، يمكن هيكون حضور مكثف جدا لنادي الشبيبه الرياضيه للصويره. دي حتى هذه اللحظه، دي اللحظات اللي احنا بناكد عليها، النادي الاهلي في قمه تركيزه باذن الله نعود من الجزائر بثلاث نقاط مهمين جدا يا كابتن اسلام في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. عاود ليك يا كابتن اسلام. حلو